كسفا من السماء أو نسقط عليهم إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اعملوا ما شئتم أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وإنهم ليصدونهم عن السبيل وهم يحسبون وإنهم ليصدونهم عن السبيل وهم يحسبون فهم ويحسبون أنهم مهتدون
ويحسبون فهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت قومي يحملون حتى إذا جاءنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا هلو تيقا بركي جمانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صاحب